والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي أستاذ شكيب شنان الخبير في السياسة في شأن السياسة الإسرائيلية. مرحبا بك أستاذ شكيب. يعني الاعتبارات الشخصية بين قادة الأحزاب في إسرائيل حالت دائما دون هذا النوع من الوحدة، هل ستنجح هذه المرة مساعي غانتس؟ الخير أخت لورين لك ولكل المشاهدين. دعنا نقول أن النداء صحيح وصادق، إلا أنه يأتي من مصدر مرفوض رفضا قاطعا من كل القيادات في معسكر المركز واليسار الإسرائيلي. كل رؤساء الأحزاب يرون ببيني غانتس مصدر هذا النداء مرفوض رفض قاطع، لأنه هو أس البلاء، هو الشخص الوحيد الذي استطاع في العشر سنوات الأخيرة أن يجمع حوله 62 مقعد أغلبية في كنيسة إسرائيل، ورفس هذه الأغلبية برجليه وذهب ليعانق نتنياهو. لذلك النداء صحيح، إلا أنه مرفوض رفضا قاطعا. والمهم في هذا النداء شيء واحد فقط، وهو إشارة مستقبلية لكل من قد تسول له نفسه في المستقبل أن يلجأ لخدمة أو شراكة نتنياهو، أن يعلم أن مصيره سيكون كمصير بيني غانتس وأيود باراك وغيره ممن كان قد وقف إلى يمين نتنياهو وشاركه في الحاضر والماضي. وكما قال إيفيت ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، الخدمة الوحيدة التي يستطيع طبعا بيني غانتس أن يقدمها لمعسكر اليسار والمركز ألا يقوم بخوض المعركة ويترك الساحة السياسية، فهو ليس شخصية مقبولة لقيادة هذا المعسكر. نعم يا أستاذ شكيب، يعني في حال لبت الأحزاب المعارضة لنتنياهو هذا النداء، هل يمكن أن نقول أن مصير نتنياهو حسم هذه المرة؟ إذا تم الاتحاد. نعم. وكان هناك مرة أخرى، ماذا كان الجميل في منظر مؤيدي حزب كحول لبان؟ أنهم رأوا بديل صريح وقوي على الساحة، ولذلك حصل هذا الحزب على 35 مقعد. هذه ليست نكتة، هذا كان إنجاز سياسي كبير لمعسكر معارضي نتنياهو. إلا أن ما أفشله غانتس يصعب جدا، أنا لا أرى إمكانية اللعبة بين العناصر المركبة لهذه الأحزاب. كثرة هذه الأحزاب تصب في نهاية المطاف في صالح رئيس الحكومة السيد بنيامين نتنياهو، وقد تخدمه مستقبلا ليبقى على عرش رئاسة الحكومة. يعني هناك أيضا أستاذ شكيب انقسامات داخل اليمين، هل برأيك الانقسام داخل حزب يمينة سيخدم نتنياهو لأنه يضعف بينت؟ بدون شك الانقسامات في داخل اليمين هي الخطر الوحيد المحدق فعلا لنتنياهو. يعني جدعون سعر ونفتالي بينت ونتنياهو ينافسون على معسكر اليمين، والمهم في هذا التنافس أنه على الأقل أحدهم وهو جدعون سعر التزم بشكل واضح بعدم الذهاب لأي شراكة مستقبلية مع نتنياهو. وإذا ضعف نفتالي بينت، يعني قلت عدد المقاعد، هذا يضعف إمكانية حصول نتنياهو على 61 مقعد الأغلبية التي يتوق لها والتي ذهب إلى الانتخابات بحثا عنها. نعم وصلت الفكرة. الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية الأستاذ شكيب شنان، شكرا جزيلا لك.